السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة بقى جاية لكم بروتين، وكمان جاية لكم كده بحاجة جديدة في بداية الفيديو. زي ما انتم شفتوا كده توضيبات في البيت بتاعي. عايزة اقول لكم معلش والله، الفترة اللي فاتت انا قصرت معاكم كتير قوي، بس النهاردة جيت وعملت الواجب معايا. الله يبارك لكم يا رب ويرضيكم ويديكم على قد كده ما تتمنوا يا رب ان شاء الله، ويرزقكم رزقنا من حيث لا نحتسب. النهاردة بقى روتين قوي كده وكله نشاط. صلوا على الحبيب في بداية الفيديو، حطوا لايك كده واشتركوا في قناتي الجديدة دي. لو اول مرة تشوفوا القناة حطوا اللايك كده واشتركوا وفعلوا زر الجرس على الكل. هنعمل النهاردة زي ما انتوا شفتوا كده الغدا مع بعض. هعمل اكلة سمك سريعة وخلصتها في وقت قليل جدا. عملت البصلة اللي انتوا شفتوها دي كده، قطعتها بالشكل ده وسبتها تاخد تشويحة حلوة كده وتاخد اللون الاصفر كده، وبعد كده نزلت عليها بشوية الرز. بعد ما نزلت عليها بالرز بدأت ان انا اقلب فيهم شوية، وبعدين هحط فيهم كده بشوية المية. طبعا كنت حاطة نص كمية الملح بتاع الرز كده في البصلة، هحط ملح تاني بعد ما نضيف المية. وبدأت بالرز علشان اسيبه شوية يهدى كده بدل ما نغرفه سخن. وكنت مطلعة السمك من الفريزر بدأ يفك كده وفردته من بعده وسبته لحد ما انا عملت الرز. وبعدين جبت له شويه دقيق. هو طبعا انتوا من الفيديو اللي فات شفتوه السمك ده اللي ماما تبلته ووريتكم ماما وهي بتتبل السمك ده، وكنا لسه شارينه وغسلناه ونضفناه ازاي. عايزه اقول لكم السمك ده تحفه بصراحه، كان طعمه رائع. المهم هنا بعد ما انا خلاص حطيت الميه في الرز وطفيته سبته يستوي على نار هادية جدا خالص لحد ما السمك فك معايا، بدأت ان انا اشوف السمك هعمل له ايه. وكمان جبت شوية خضار كده، حبتين طماطم وخيارة وقرن فلفل اخضر وحبة كزبرة، وقلت ان انا هعمل طبق سلطة على السريع. بدأت ان انا احطهم في البولة واغسلهم كده. بالله عليكم حطوا لايك وفرحوني، واللي ما اشتركش لسه في القناه يشترك ويفرحني علشان اللي جاي احلى ان شاء الله. وقناتي كده باذن الله تنزل عليها الاعلانات زي القناه القديمه، وربنا عوضني خير عن القديمه الحمد لله. هنا صفيت كده الخضار وغسلته تاني، وادي كده هعمل السلطه. بعد ما انا هعمل السلطه هيكون الرز استوى، احط الطاسه بتاعتي على النار واشتغل بقى اقل السمك. انا ما عملتش الكميه كلها علشان يعني طبعا زي ما انتوا عارفين انا وفيروزة وبابا بس. الرز ما شاء الله اللهم بارك تحفه، قلبته كده والبصل بقى مديله نكهه حلوه وطعم حلو. هنا كان على فكره عايز حبه ميه صغيره كده، رحت حطيت له تاني وهديت النار عليه. وبعدين خلصت السلطه هوريكم كل حاجه زي ما انتوا شايفين كده. اللي عملتهم دول ما خدوش مني ساعه يعني، بسرعه بسرعه كده. الست الشاطرة تعرف تتصرف. ابو فيروز جعان وعايز الغدا يجهز بسرعة، قلت له خلص اللي ورايا وبسرعة انا هحضر لك، ما تقلقش هتاكل في ميعادك يعني. المهم هنا جبت شوية الدقيق، بدأت ان انا اعمل السمك كده، اديله كفر كده حلو عشان يدي قرمشة برضو، وحاطه برضو فيهم حبة ملح كده شوية الدقيق، والخلطة جميلة وفيها برضو ملح، طعمها حلو، فيها فلفل اخضر. خلطة السمك دي جميلة، تغني عن اي حاجة بتحطيها للسمك كنتي قبل كده. هاتيها من عند العطار قولي له انا عايزة خلطة سمك. في ماي واي كتير خلطات كده برضو ممكن تلاقيها، زيها زي خلطة الكفتة اللي هي برضو بتشتريها جاهزة. وبدأت واحدة واحدة كده لحد ما انا عملتهم كده كفر حلو بالضيق، وبدأت ان انا الزيت يغلي كان معايا، هديت النار ونزلت بالسمك في الزيت. وكانت ما شاء الله اكلة حلوة وسريعة وما خدتش مني وقت. وبشكر في الفيديو ده بصراحة حبيبة قلبي سارة خياطة مامي على ذوقها وتشجيعها ليا وقفتها جنبي. ربنا يخليك يا سارة، وان شاء الله اللي جاي احلى ومكملة معاكم. قناتي هتكبر بوجود حبايبي حواليا، وبشكر كل اخت واخ دخلوا لي اشتركوا في القناة. والله عارفاكم اسمي اسمي، يعني مش عايزة اقول واحدة ولا اتنين وانسى الباقي.
كلكم حبايبي. اشكر ياسمين في المطبخ، بطه ابراهيم، واشكر كل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا ايه الفيديوهات اللي انا رفعتها على القناة كده وشجعوني ان انا اكمل وما يأسش واستمر. بشكركم يا احلى متابعين، واللي جاي احلى معاكم. نزلت كده بالسمك في الزيت وبدأت ان انا ايه اهدي النار وهسيبه يستوي براحته. الطاسة هنا شالت معايا 3 بس، انا هقلي على قدنا يعني، ما عملتوش كله الكمية، وسبت البليل لو حد عايز ياكل برضو سمك ايه اطلع له جاهز كده واقلي على طول. عايزه اقول لكم كانت والله العظيم غدوه من الاخر. وادي بدا ياخد معايا لون. معلش انا بقى ايه بيرن التليفون فبعتذر على الصوت ده. هنا السمك كان خلاص استوى كده، بدات ان انا اطلع من الطاسه واصفيه كده. وادي السمك شكله ما شاء الله مشهي. تسلم ايدين ماما حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا ماما. وادي الزيت حطيت فيه تاني وهديت برضو النار، وهغرف بقى ايه السلطه والرز، وهحط كده الاكل ونبدا ايه ان احنا ايه نطلع السمك الباقي من الزيت. وحطوا لايك، حطوا لايك. يعني جبت ليمون مخلل بدل الليمون الاخضر، قلت اجرب مره اشوفه، بس ما اكلتش منه للاسف. الليمون الاخضر على السمك تحفه. دول كانوا خلاص قربوا يستووا، على مغرف الرز بقى ايه اروح لهم الاقيهم استووا. ادي كانت اكله حلوه بصراحه، ربنا يا رب كده يديمها نعمه ويحفظها يا رب العالمين من الزوال. وفيروزه هنا كانت خلاص قعدت وتربعت بقى ايه، بتقول لكم هنا يا جماعه حطوا لنا اللايك، حط اللايك يلا، وصلوا على الحبيب. وتعالى اوريكم عملت ايه في الشقه عندي. عندي الاوضه دي كانت على المحاره زي ما انتم شايفين، دي انا وسعت بيها الشقه بتاعتي. والاوضه دي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، جبنا اكياس المعجون دي والبلاستيك، وبدانا ان احنا هنعمل ايه، هنديها لون دهان ونشطبها كده. فقلت تشوفوها قبل وبعد. هنا اول يوم شغل يعني البطانه بتاعت اللون مش انا اللي عملتها، احنا جبنا حد عملها لنا، يعني الراجل عملها. وبعد ما كان بيمشي كنت بصور لكم كده مقاطع صغيره، وبرده وش الباب كده بتاع الاوضه. فرقت معايا خالص الاوضه دي، وسعت لي الشقه خالص، وعملت مطبخ وحمام برضو جداد، هبقى اوريكم التشطيبات ان شاء الله بتاعتهم. هنا الاوضه بعد ما اتدهنت اللون الاخير، طبعا اللون ده اختارته لي الست فيروز هانم. وادي الشباك، وادي الاوضه لونها النهائي. شكرا انكم كملتوا معايا الفيديو للنهايه، واستنونا في فيديوهات تانية كتير. اشكركم يا حبايبي، مع السلامه، باي باي.